أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة مراجعات تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، وذلك وسط حضور كبير من الطلاب ونخبة من خبراء التعليم، إذ يتم تنفيذ المحاضرات والمراجعات النهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمية على يد نخبة من الخبراء والمعلمين. هي مبادرة لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي، كانت بالتعاون بمؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة مجانية تماما بدون أي رسوم للطلاب. دورنا كمتطوعين احنا بننزل ننظم الطلاب، ننظم دخول الطلاب، وبيوجد وجبات بيتم توزيعها على الطلاب من خلال المبادرة. مبادرة تقدر في 10 أيام أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بيتم تقديم محاضرات مراجعة لطلاب الثانوية العامة في كافة المواد التخصصية ليهم، وبجانب بيتم تقديم محاضرات دعم نفسي للطلاب الثانويه العامه لاجتياز فتره توتر الامتحانات والقلق للطلاب. مبادره بقى تقدر في 10 ايام هدفها الاساسي كان تجميع الطلبه على قد الامكان في اخر 10 ايام يقدر يلم المنهج. مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم قدرت ان هي تقدر تجيب احسن مدرسين وافضل مدرسين، كل زي ما انتوا حضراتكم شايفين المحاضرات كلها ببلاش، محدش بيدفع فيها حاجة، ويمكن ده دور مؤسسة حياة كريمة والمجتمع المدني ان احنا نبقى متواجدين مع الطلبة لتعزيز الراحة النفسية والاستعدادات للامتحانات الثانوية العامة. المبادرة دي تهدف الى ان احنا نلم المناهج في 10 ايام للطلبة بمراجعات مجانية علشان نرفع شوية عن كاهل اولياء الامور الاعباء بتاعت الدروس الخصوصية. طبعا المبادرة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ما بين ادارة بندر دمنهور ومؤسسة حياة كريمة. كان اول يوم مشاركة ليا النهارده في مبادره حياه كريمه بعنوان تقدر، ان احنا بنراجع ماده اللغه العربيه مراجعه نهائيه لطلاب الثانويه العامه في مدينه دمنهور، والمراجعه كامله بالمجان لجميع طلاب محافظه البحيره من اي مكان يجوا هنا في مسرح مدرسه عمر مكرم. وما شاء الله منذ يعني بدايه المحاضره في اقبال كبير جدا جدا من الطلاب على المبادره ومشاركين، لان احنا بنحط يعني بنحل معاهم اسئله مطابقه لمواصفات الامتحانات الوزاره، وان شاء الله مكملين المبادره لحد ما تنتهي 10 ايام، وبنرفع عن اولياء الامور الكاهل المادي شويه، او بنشاركهم في رفع الجانب المادي بمعاناه الدروس الخصوصيه وكده، لان المبادرة بالمجان لكل الطلاب. نحب نشكر حياة كريمة جدا على مجهودها اللي عملته معنا النهاردة، وبجد كانت الحصة تحفة خالص واستفدنا منها كتير، وبجد المدرسين عملوا مجهود كتير خالص السنة دي، وإن شاء الله يعني إن احنا نكون عند حسن الظن بيها. مبادرة جميلة والله، واستفدنا منها كتير وقدرنا نلم حاجات كتيرة من المنهج، وطبعا نشكر وزير التربية والتعليم اللي عمل لنا المبادرة دي. طبعا أكيد وفرت معنا كتير، ويعني المدرسين بيشرحوا المنهج من أوله لآخره وبيشرحوا أسئلة كتير بتلم المنهج كله. بشكر مؤسسة حياة كريمة انها ساعدت كل شاب في ثالثه ثانوي بمبادره اقدر 10 ايام. مبادره كويسه جدا، وقدرت تلم منها حاجات كتيره من المنهج يعني، واستفدت حاجات كتيره منها يعني.